قال لي هاد الفيديوهات انا خبيهم عندي. قال لي اونكا كش ما يصرا ولا يهبطوك. قال لي خرج انا هاد الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا له قول. وهما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف، وعلى بالي غاضب عليهم دي بروف تاع خيانه كي امير كي لاخر كي، وعلى بالي كاع كيفاش يخطوا كيفاش يضربوا في بعضياتهم كيفاش غاضب عليهم صوالح بزاف. خلال احتكاكه بعناصر حركة رشاد الإرهابية في كل من فرنسا وكندا وإنجلترا، تمكن الإرهابي محمد بن حليمة من التعرف على تركيبة هذه الحركة الإرهابية وبعض مصادر تمويلها، وكذا علاقتها بمنظمة الماكي الإرهابية. فجرم الخيانة لم يجمع بين الأشخاص فقط، بل امتد إلى الكيانين الإرهابيين رشاد والماكي في الخفاء. أنا مانيش عنصر من حركة رشاد، لكن احتكيت مع العديد من النشطاء تاعها والمناضلين تاعها اللي سواء في فرنسا أو في كندا أو حتى في الإنجليز كيماش مع زيطوط أو ميلود زيطوط، احتكيت معهم ونعرف شغل الهيكل تاعهم كيفاش مخدوم. وهم عندهم مجلس شوري، هما سبعة من الأعضاء. عندك العربي زيطوط، عندك مراد هنا، عندك عباس عروة، عندك رشيد مسلي، وعندك نزيم طالب، وكاين زوج قضات، كاين زوج قضات دي فرانكو ازيريان. هادو زوج قضات هما اللي كيما نقولوا ما يبانوش، هما اللي قاعدين دائما في الظلمه، ما يخرجوهمش للعلن. الاماكن اللي ينشطوا فيها ينشطوا في باريس اكثر، وكندا بزاف، وانجلترا. هادو اماكن اللي فيها بزاف النشطاء تاع حركه رشاد. عندها فروع واحده اخرى، عندها مثلا حركه البينا، هذه بو نوفال ازيري، هذه تاع البينا تاسست في 2019، واللي داروا على راسها داروا رشيد بن عيسى. عندهم معهد الهوغار، عندهم معهد قرطبه، عندهم منظمه الكرامه، عندهم العديد من عندهم واحد الفروع شغل هما مبرونشين هذوك الفروع، وكل فرع داير له المكان تاعو. مثلا معهد الهوغار ومعهد قرطبه جايين في سويسرا، الكرامه جاي في سويسرا، المكتب تاع الامانه تاع رشاد جاي في لندن عند زيطوط. زيطوط هو المسؤول الرسمي على حركه رشاد. يكذب عليك اللي يقول لك مجلس شوري ويشغل يتشاوروا فيما بعضياتهم. اما كي نقول لك اللي ينشطوا فيها كاين كندا، انجلترا وفرنسا. التنسيق بيناتهم عندهم اشخاص في الخلف ورا الريدو، الاشخاص اللي في الخلف اللي ينظموا التنسيق. عندك وحده في امريكا اسمها كاميليا، عندك اسماعيل زيطوط، عندك الميلود زيطوط، عندك حاكم شاكيب هذا في باريس، عندك هرمس، هادو خمسة اللي مكلفين عندك واحد، هادو ستة اللي مكلفين بالتنسيق الإعلامي تاعهم، وكل واحد حاكم بلاصة. مثلا واحد حاكم جماعة الإنجليز هو اللي ينسق بيناتهم، واحد ينسق ما بين جماعة الإنجليز وينسق مع جماعة تاع المجلس الشوري تاعهم هذا تاع رشاد، هو اللي ينظم لي رينيو تاعهم في الإنترنت، تسمى هو اللي يدير المنصة تاع الزوم، هو اللي يبريباري الوقت، هو اللي يبريباري كلش. عندك كيما شاكيب هذا هو اللي حاكم الكوتي كيما نقولوا تاع الاجتماعات تاعهم على موقع على المنصه تاع الزوم، وعلى هو اللي حاكم تاع باريس. عندك كاميليا هذه اللي شاده تاع الامريكان، جماعه تاع رشاد تاع الامريكان، هي اللي تروح تنظمهم وهي اللي تتعامل معاهم في الزوم وهذا الصوالح، هي اللي تنظم البلاتفورم. وعندك هذا هرمس هو اللي شاد له لاشين يوتيوب، هو اللي شاد له المواقع تاعو. وعندك اسماعيل زيطوط يلعب مع هادو كاع الادوار، هو والميلود زيطوط هما اللي تكنيسيان تاعو تاع لاباج وكلش، هما اللي بيبليو. حتى هذيك لما تقرا تشوف تقول تحسب لا بيبليكاسيون ساكون معكم لايف على الساعه كذا، هذيك ماهوش العربي زيطوط اللي يكتبها، هذيك يكتبها اسماعيل زيطوط بالبروفيل اسمه باكارو حراك. كي نقولوا هذه راح يبدل النوم تاع البروفيل، يروح يجري. رشاد عندها علاقه مع الماك، وهذه العلاقه ماشي ظاهره للعلن. كيما انا كنت في الاسبان، كيما داروا هما الاجتماع تاعهم كيما كانت قبل ما تصرى الحرائق هذيك وكلش، هما داروا اجتماع. انا ما على باليش بهذا واش صرا فيه، ما باليش واش قالوا فيه ولا وين حضروه ولا وين داروه. هذه ياسمينة بنيني هي اللي قالت لي عليه كي كنت في باريس، قالت لي بلي الماك مع رشاد داروا اجتماع، قالت لي وانا اللي نظمته. هذه ياسمينة بنيني نظمت بزاف اجتماعات، نظمت تاع رشاد في 2019 كي بغى يبدا الحراك، نظمت تاع رشاد لي بورت اوفر 2020 لو 16 فيفري 2020 نظمته هي، نظمت تاع نوفمبر
نوفمبر ايه نوفمبر نظمه تاع نوفمبر 2021 في جيموكي تاع مترو 13 في واحد البيبيوتيك داروا في واحد البيبيوتيك نظمت بزاف الاجتماعات. الراشد والماك ما يتلاقوش في العلن، دائما يتلاقوا في الخفاء. فمثلا نعطيك مثال، راشد عندها كوليكتيف تاعها اللي هو الوجه الثاني تاعها اللي هو البينا. البينا هذا وقتاش تكريا في 2019، وعندها كوليكتيف تاع كريم نيت سليمان ريبولدينغ الجيريا. هذا ريبولدينغ الجيريا كرياسيون تاع راشد ثاني، بصح من بعد هرب لهم من يدهم كريم نيت سليمان، هرب لهم باسكو اسماعيل زيطوط قالها لي، قال لي هذا حنا طلعناه وحنا كريناه، قال لي شوف دروك هرب لنا من يدينا. البينا هذه تاعهم، هذه مازالت في يديهم، وهذا بن عيسى هو اللي مد لي ديطاي الراشد، هو اللي يدي لي فيديرو تاع راشد كي يدير لي رينيو تاعها مع الماك تاع كيما مثلا الماك عندها اكدا، البينا هذه كي دير البينا هذه كي تبغي دير رينيو، مثلا راشد باغي دير رينيو مع الماك ما يخرجوش للعلن، تروح دير البينا مع اكدا مثلا على سبيل المثال، بينا مع اكدا. هادو جوج لي كوليكتيف، واحد تاع الماك واحد تاع راشد. لي كوليكتيف تاع الماك كاين بزاف اللي متفرعين منها لي برونش تاعها. اللي نعرفو انا من تاع راشد كاين واحد بينا هو الباش تاعهم يغطيو به باش يروحوا به. داروا رينيو في سان ميشيل، داروا رينيو في سان ميشيل بعد لو 22 فيفري، بعد لا مارش تاع لو 22 فيفري داروا رينيو، تكلموا فيها على لي ديتوني دوبينيون في الجزائر وكلش، تكلموا فيه على لي ديتوني دوبينيون. حضر فيه البورت بارول تاع ميلونشون، حضر فيه لي زيكس ديبيوتي، حضروا فيه دي ديبيوتي اكتويال فرونسي، حضروا فيه ناس بزاف. وكان كان فيه هذا رشيد بن عيسى تاع تاع البينا الدوزيام الباش تاع راشد، وكان فيه كانت فيه ياسمينة بنيني، هذه حضرت الرينيو ثاني، هذه ثاني حضرت الرينيو. هما ما يخرجوش دائما للعالم، هما باقيين تحت. راشد تخدم مع بالبينا والاخرين يخدموا بالكولكتيف تاعهم اللي من بينهم اكدا. مصادر التمويل تاعهم هي مصادر متعددة، عندهم جمع الأموال عن طريق لي كانيوت جو فوند مي والجوست جيفينغ، عندهم التبرعات الميدانية، عندهم روابط الباي بال، وعندهم المداخل تاع اليوتيوب. هذو اللي نعرفهم أنا، اللي نعرفهم أنا واللي صح عشتهم وشفتهم، و كيما نقولوا راني 100% معلومات صحيحة. ولأن حركة رشاد الإرهابية كانت تسعى بكل الطرق لتأجيج الحراك الشعبي وتأزيم الأوضاع في الجزائر من أجل تنفيذ أجنداتها وأجندات من يستغلها، فقد عملت على تجنيد عدد من الحراكيين بالجزائر، كما نظمت لهم عدة رحلات سرية إلى أوروبا من أجل تبنيهم في المستقبل واستغلالهم. كما اسماعيل زيطوط ودريس سي عبد الله هذو خطره ثاني دخلت معاهم في ديسكوسيون، كي كسروا هكا على الحراك ولا يقول لي هذه السلميه ما جابت والو، هذو ملاح مع جدهم غير سلاح. حركه رشاد تتبنى لا بليبار لي ديتوني دوبينيون اللي يخرجوا من السجن اللي يكون عندهم باكاج لغوي وثقافي، على الاقل اللي يكون عندهم شويه يكونوا يعرفوا يهضروا، ما على مواقع التواصل الاجتماعي يكونوا معروفين، ديلهم هي ايميدياتيزاسيون، تبينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بعد تجيبهم تخليهم كما قلت لك ان وازو ليبر، شغل ماهوش من راشد، بصح تيتيليزي اترافير دي زوتر جون. كان عندهم الريزو هنايا تاع حرقه اللي هو هادو عايشين في ليترونجي بصح عندهم دي كونتاكت هنايا في وهران. الكونتاكت تاعهم هو واحد اسمه حمزه من غليزان. عندهم دريسي عبد الله، عندهم سعيد حياوي. هذا سعيد حياوي ساكن في بيزيي في فرنسا، ودريسي عبد الله هذا نيجيريا، لي زوريجين تاعو ماروكا بصح هو زايد هنا في الجزائر، ساكن في رويبه وعايش في الانجليز، عنده جنسيه بريطانيه وعنده الاقامه الفرنسيه وعنده باسبور جزائري. هادو هما اللي نظموا الحركه تاع الحراكيين اللي مثلا يخرجوا من السجن. بين الحراكيين اللي داوهم جماعه راشد وتبناوهم كاين عصام سايح، كاين فاطمه الزهراء بوراس، كاين امين بابيش. كما هذا امين بابيش ما تبناش زيطوط وجماعه رشاد، لا هذا تبناه جماعه صخري. كما الاعلامي تبناه امير وبيعه، لان الواحد اللي كان على باله بالهجره تاعو امير، وعلى الثمانيه تاع الصباح ناض فطن دار درابو تاع الاسبان وكتب ال، يعني الاعلامي راه برا في ليترونجي.
بي حكمه الشرطه حكمه الجوارديا في الـ في الـ في الـ في البحر حكموه التحرس للسواحل الاسبانيه ورحلوه للجزائر عن طريق البحر. وكاين واحد الفيديو بارطاجه امير على اساس شغل ابراهيم العلامي يهضر في وسط البحر وشغل البابور تاع الجوارديا مقاري هكا بعيد وابراهيم العلامي شغل يهضر طقونا طقونا عليه علينا. هذاك فيديو مونتاج اللي خبرني به اسماعيل زيطوط. قال لي راني تواصلت مع امير اليوم قلت له اني شفت واحد الفيديو حطوا على ابراهيم العلامي. قلت له سبحان الله قلت له لي اسبانيو هذا والله ما يحشموا. قال لي لا قال لي هذاك الفيديو مفبرك. قلت له كيفاش؟ قال لي فيديو مفبرك. قلت له كيفاش مفبرك؟ قال لي اسماعيل زيطوط قال لي امير جاب فيديو تاع حراقه نحى منه الصوت ودخل المقطع تاع ابراهيم العلامي تاع طلقونا عليكم شادينا حط فيه غير ديك الكلمه زعما تكون كوا شغل عندي الاكسكلوزيفيتي عندي الحصريه وعندي فيديو شغل الحصري اللي بغى يقدم شكوى زعما السلطات الاسبانيه باللي حتى هذا السيد راه جاي في البحر هذا التليفون ما تما خلو ما دخلو ما كيفاش لحقك ديجا اصلا هما كي يتحكموا ولا كي يدخلوا حراق للجزائر راح ينحولوا تليفون ينحولوا امور من بعد يفيريفو مع كيفاش الامور هذه تاع المصالح الامنيه. انت مين جبت هذا الفيديو؟ هو دائما يحب يضغط زعما تكون كواركم مستلمتو من دوله اجنبيه وراكم دخلتوا للحبس. تواصلت خطره مع اسماعيل زيطوط. اسماعيل زيطوط هو الدينامو هو المحرك تاع اللعبه كاع هو مام تكلموا عليه بزاف وخرجوا تصويرته وكاع بصح ما يخرجش. قالها لي انا قال لي مام يتكلموا عليا ينشروا تصويرتي يندبوا قال لي دير واش يحبوا. قال لي انا ما نخرجش للاعلان نبقى هكا. قال لي باسكو يحضروا عليك شهر شهرين ثلاثه ومن بعد يسكتوا ينساوك. قال لي تلاقيت مع خويا العربي زيطوط قال لي تلاقيت معاه في 2019 قال لي جا عندي نوتينغهام قال لي تشوف هذا البارك فتح لي الكاميرا قلت له نشوف هذا البارك خاطر عنده دار شغل كي ديبلكس 1 بلس 1 وعنده فيها جاردينيا كبيره. قال لي تشوف هذا الجاردن هذا البارك قلت له ايه. قال لي هذا ريحت فيه انا والعربي الحاج قلت له ايه. قال لي تكلمنا على تنظيم جناح اعلامي قال لي تشوف هذو الصفحات على الفيسبوك عبالك اسماعيل زيطوط عبالك شحال عنده من صفحه على الفيسبوك عنده سبق اخبار الاحرار عنده فيها ثلاثه عنده معركه تحرير الوعي من الان لكنز عنده الباجة تاع امير عنده الباجة تاع زيطوط امير عنده زوج باجات زيطوط عنده زوج باجات انا عندي زوج باجات محمد عبد الله عنده زوج باجات عنده صدى الحراك. اسماعيل زيطوط عنده فايت 32 صفحة كل كرياهم هو عنده ان جروب سبيسيال في التليجرام داير فيه ديزادمين من ليترونجي كل واحد منين وداير لهم ان جروب سبيسيال ويعطيهم واش ينشروا يحط لهم التصاوير يحط لهم معلومة وهذيك تشوف باش نعطيك لا بروف واش تيبو منشور في سبق الاحرار اخبار الاحرار هذيك تيبو منشور في صدى حراك ايكو تيبو منشور في معركة تحرير الوعي تيبو منشور بارتو في الصفحات كاع هو ادمين فيهم كاع هو اللي جيري كاع الجو. قال له لازم ننظموا روحنا مليح من بين الجناح الاعلامي قال له اللي لازم نعجنوه ونوجدوه ونخرجوه على اساس سياسي هو امير. قال له امير لازم نفورميوه خاطش باش تشوف لا ديفيرونس ما بين 2018 وين كان وين واش كان ينشر امير على العراق كلش ومن بعد دورها يهضر في بوليتيك ويهضر على يهضر على الجيش ويهضر ديفيرونس لا كرياسيون تاعها هي اسماعيل زيطوط. حتى حركه راشد النشطاء تاعها اللي في الخارج والمناضلين زعما تاعها اللي منخرطين معها كل عندهم صفحات كل يجيروا صفحات كلهم باش دائما تكون عندهم من بروباغوند في الجناح الاعلامي تاعهم عندهم معهد قرطبه ومعهد الهوغار كما معهد القرطبه ومعهد الهوغار هذا اللي شادهم عباس عروه. الاموال تاع زيطوط اللي يجمعها كاين عده طرق اللي يجمع بها الاموال عنده الباي بال عنده المداخل تاع اليوتيوب وعنده التبرعات الميدانيه وعنده التبرعات عن طريق لي كانيوت كيما الجوفوندمي كيما الجوست جيفينغ كيما كاين بزاف لي كانيوت ماشي هو ما يخرجش اون بيرسون هو دائما يبقى في الخلف هو متبني فكر تاع ليدينغ فروم بيهايند ودائما يتكلم عليها هو متبني هذا الفكر دائما يقود من الخلف هو يبقى في لارير لو كان كاش ما يصرى ولا كاش ما يقدر ولا كاش ما تجيش الشرطه البريطانيه ولا انا خاطيني يفتشوا ولا ما يلقاو عنده والو كونكو هو معارض كبير وما يتحكم ما والو
دائما يستخدم الناس واحد اخرين. مثلا كما التبرعات الميدانيه عنده البلايص اللي يخدم فيهم بزاف يجمع فيهم تبرعات، عنده فرنسا، عنده كندا، وعنده بريطانيا. هادو اللي منتشرين فيهم جماعه رشاد بزاف، وعنده مام كاين ناس متعاطفين مع رشاد اللي مدوا له تبرعات. اللي تلم التبرعات هي سوريا اسم محمد، ديجا هي خارجتها طايطاي هي، وتقولها في اللي لايف تاعها وتقول بلي انا لم تبرعات ونجمع في التبرعات عادي. اللي كانيو ثاني هو يستخدم مثلا كما قضيه محمد عبد الله جمع بها حوالي 60,000 الاولى، 60,000 الزوجه، والاولى جمع بها 30,000 90,000 اورو راهي متواجده عنده هو اسياق الشوت، واش راح يديروا بها؟ هذه وحده. وتجمع التبرعات الميدانيه اللي قلت لك عليها تاع سوريا، والتبرعات تاعي اللي درتها انايا كي كنت في فرنسا لما حكمتني الشرطه الفرنسيه، ثاني هذه جمع حدها ليه. المشكل تاع الدراهم تاع محمد عبد الله لدرك ما دخلوش، كي سقسيتهم انا قلت لهم علاش ما تمدوش الدراهم لزوجته، قال لك لا والشرطه الاسبانيه راهي تعس فيها وراهي تحت الضغوطات وانا خايفين حتى هي يهبطوها يلحقوها براجلها، ولو كان نمدوا لها الدراهم ديريكتوم وغادي يديروا عليها تحقيق. ما يديروش عليها تحقيق، علاش يديروا عليها تحقيق؟ الدراهم نيمتهم في كانيوت جا راجلها ماشي مشكل، يدخلوها في الكونت تاعها اسبانيول ماشي مشكل، من بعد تعيط لها لا بنك دير معها انترفيو انفستيغاسيون مين دخلوا هالدراهم كيفاش. الدراهم راه باينين دخلوا من ان سيت انترنت معروف، من بعد هي تروح تخلص عليهم الطاسه في الاسباني لي طاكسي عيط لهم الطاسه، تروح تخلص عليهم الطاسه تاعهم يدوا معها بورسونتاج والدراهم راهم ليها. علاش ما يمدولهاش الدراهم؟ الدراهم شكون اللي يتمتع بهم الان تاع محمد عبد الله ولا تاعي يعني. انا تمتع بهم اسياق الشوت راهي دخلتهم تحواس والله غير باش ديبلاسي مثلا اسياق الشوت مثلا ولا العربي زيطوط ولا اسماعيل زيطوط ولا وحيد ولا باش يديبلاسي من ستراسبورغ ولا من باري باش هو يدير مظاهره في مدريد زعما على جا محمد عبد الله ولا يروحوا بالدراهم تاع محمد عبد الله بالكانيوت تاعو اللي ليموها ومن بعد يديروا التوتال على مادام راك رايح زعما راك رايح تضامني مع محمد عبد الله زعما راك رايح دير وقفه على جالو وكلش. ها روح بدراهمك كلش كان يمشي تحت الطابلة. هو يخرج في اللايفات تاعو يقول لهم انا ما نيغوسيش تحت الطابلة، لكن هو كان عنده نيغوسياسيون تحت الطابلة كي هو كي الجروب تاعو تاع رشاد. المحامي اسمه دومينيك تريكو، هما اللي دايرينه مأسينه في القضية تاع محمد عبد الله باش زعما يدافع عليه في الخارج. راه داي قريب 10,000 ولا 12,000 اورو، راه داي ما بين 10,000 12,000 اورو راه دايها وما دار والو، ما دار والو. ورقة ما عند الإسبانيو ما قدرش يجيبها، ونظرا لضلوع حركة رشاد في العديد من الأعمال الإرهابية في الجزائر وتصنيف الإرهابي محمد العربي زيطوط ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، فقد عمد أخوه إسماعيل زيطوط إلى تقديم بلاغات كاذبة للشرطة البريطانية مفادها تعرض معارض سياسي لمحاولة اغتيال ببيته، وذلك من أجل منحه نوعا من الحماية وأهداف أخرى خفية كان يسعى لتحقيقها من وراء ذلك البلاغة. البلاغات اللي تقدمت على الزيطوط على أساس أنه راح كاين محاولة اغتيال وجات زعما الشرطة البريطانية، هذاك فيديو حقيقي نشره هو تاعك شغل كي جاوه الشرطة كلش فيديو حقيقي. لكن البلاغ شكون قدمه؟ البلاغ قدمه اسماعيل زيطوط باللي على اساس خوه معارض كبيره في 27 سنه من في من البلاد، وباللي كاين محاوله اغتيال تاع معارض سياسي راه داير لايف في دارو راهم رايحين يصدموا عليه، والشرطه في الدول الغربيه سيرتو كي تكون كاينه هناك محاوله اغتيال ولا غير يجيهم بلاغ كيما هذا يجوك للدار. الهدف تاع اسماعيل زيطوط من كل هذا انه كي الدولة الجزائرية قدمت شغل شكاوي بلي هذا شغل هذا راه يحوش يخلط البلاد وعنده التعامل مع ارهابيين نازلين من الجبل وكلش، هو كي شغل حاب يكوفري خوه بلي شغل راهم حابين هذه الدولة الجزائرية حابة تقتل خويا شغل باش يدير لها باش يبلانديه اون بليس دو سا ماشي غير هذه، باش حتى يدير دوموند اوتوريزاسيون باش يدير كاميرات في دارو ويدير سيستم دالار مباشر مع الشرطة. وصح كيما كان الحال موراها بدو جور عيط لي اسماعيل زيطوط قال لي مع الحاج وفوته لي هكا في فوته لي بلا كام، كان متكي كان لابس قندوره. الغدوه عيط له قلت له واش كنت دير تما؟ قال لي كنت نركب في لي كاميرا تاع الحاج وفي سيستم دالار
قلت له السيستم دولار هذا كيفاش؟ قال لي يكون كيما نقولوا يلض غير على قفله، يضرك غير على قفله. قال لي ديريكت لابوليس تجي مباشره للدار. تما باش تفهم هنا يا اسماعيل زيطوط كيفاش يحوس يكوفري خوه، زعما باش حتى لو كان تجي عند البريطانيين ولا تجيهم مذكرات امر بالقابض ولا، يقول لك راهي عندنا شكاوى من قبل بلي محاوله اغتيال، تما ربما راهم يكذبوا علينا، ربما هذا الشخص ما دار والو، تما باش يتحظى هذيك الاشياء الحقيقيه اللي يكون دايرها العربي زيطوط. حتى نعطيك نزيد لك نبين لك نزيد لك كما يقولوا من الشعر بيتا. البلاغ اللي قدموه، كاين بلاغ قدموه على امير في 2019 في مظاهره كان في باريس، وجات الشرطه الفرنسيه شغل قالت له هيا شغل ركبوه في طاكسي وقالوا له هيا انت راهم حابين يقتلوكم. البلاغ هذاك اللي قدموه ايضا اسماعيل زيطوط، وهو قالها لي فم لسانه مر هذاك اللايف كي جاوه لابوليس. عيطت له انايا في الليل قلت له شنو هذا واش صرا؟ قال لي راك حاسبني راني نلعب. قال لي نبني لهم فيلم. قال لي باش هكا الشرطه البريطانيه دير حسابها باش واحد ما يدنا لخويا، باش كاع يرسلوا عليه كاش حاجه ولا نكوفريه يكون كوفري. حتى بالنسبه لامير ديزاد كيف في 2019 كي كانوا سمن على عسل هو واسماعيل زيطوط وزيطوط واحد هذا وكليكه كبيره، كي كانوا سمن على عسل هذا البلاغات والبيانات اللي هم يقدموا فيهم للشرطه كل يقدم فيها اسماعيل زيطوط، يرسل ايميل لابوليس غير يدخلهم ذاك الايميل يقراوه يجوا يجروا. انتقال الارهابي محمد بن حليمه الى فرنسا خلق توترا وصراعا بين الارهابي محمد العربي زيطوط والارهابي امير بوخرس المدعو امير تيزاد، ووصل الى درجه محاوله كل منهما الايقاع بالاخر ونشر فضائحه، وهذا ما يؤكد هشاشة تلك العلاقة التي كانت تجمعهما والقائمة على الخيانة والابتزاز والمصلحة الشخصية وحب الشهرة وصراع من أجل المال والنساء وملذات الحياة. لما كنت في المستشفى بعد ما طقوني الشرطة الفرنسية واسينياسيون اريزيدونس، عيط لي اسماعيل زيطوط في الواتساب، كنت في المستشفى. قال لي اسماعيل زيطوط حب هذا يا بن حليمه لو كان دير فيديوهات على امير. قلت له علاش؟ قال لي باش يبقاو كيما نقولوا شغل ذاكره باش ما تروحلكش، باش يبقاو كونكري هكا حاجه كونكري شادينها عليه وشهاده تاعك اون كيرحلوا كلهم بيبليهم. انا درت 11 الى حوالي 18 فيديو، كل فيديو فيه 3 دقائق ما نشروهمش. واسماعيل زيطوط هو اللي قال لي ديرهم باش اونكا يرحلوك، انا ننشرهم على امير. ما نشرهمش، خلهم غارديهم عنده باش ينشر واش يحب من بعدا، وما ينشروهمش باسكو شادين على بعضياتهم، هذوك شادين وهذوك شادين. تواصل معايا امير نهار اللي العربي زيطوط قال انا تنازلت على قضيه محمد عبد الله، وقال بلي اسياق الشود تنازلت، وقال بلي نظن الاخ امير تنازل. عيط لي امير كشغل انا الشيف تاع زيطوط ولا ما على باليش ما بيش علاش عيط لي امير. عيط لي وبدا انا يا زيطوط ما يهضرش باسمي وما يقولش باللي ما يقولش باللي راني تنازلت على القضيه تاع محمد عبد الله، وانا ما خرجتش من القضيه تاع محمد عبد الله ومازال نقعد نهضر على القضيه تاع محمد عبد الله. قلت له بصح انا هاد الهضره علاك تقولها لي انا؟ قلت له انا خاطيني، قلت له انا ما هضرتش عليك انت. قال لي لا. قلت له هضر عليك زيطوط؟ قال لي ايه. قلت له روح عند زيطوط. قال لي انا هاد الهضره اللي نهضرها لك في التليفون ما نقولها لوجه زيطوط. قال لي زيطوط راه حاب يسوق الجمعيه من مور ريدو ويكارتيني انايا. مرت امين حات له التليفون. هذاك زيطوط ما يحشمش، اني اسلاميست ارهابي ما يحشمش. عاودت ردت له التليفون. انا بقيت مخلوع وانا كنت ريجستري فيه ثم، وراني مديتها لزيطوط. هاي يقول له ينشرها على امير. قول له ينشرها على امير. من بعد امير واحد الساعه تكاكا فاق مع روحه واش كان يقول. او اسماعيل زيطوط على باله بالتسجيل، عنده التسجيل. عاود عيط لي امير، دار سبب الدراهم، كانت باقيت لي عنده 1000 اورو، دار سبب الدراهم. قال لي بحلي مش عباقي لك عندي دراهم. قلت له 1000. قال لي نبعثها لك مع اسماعيل. قلت له ماشي مشكل. قال لي صبر دك نعيط له. داروا اجوتي في الواتساب، شغل اجوتيه معنا في لاكونفيرونس بالكاميرا ديريكت. لو طون اللي كان يصوني عند اسماعيل زيطوط، امير تما قاعد شغل يمهد لي في الطريق.
قال لي انا الهضره اللي كنت نهضرها لك قبيله يا بن حليمه في التليفون قال لي نقولها حتى في وجه اسماعيل. كيرف اسماعيل اهلا زيطوط لاباس يا الخبرجيه، واش حابين تباصونا؟ واش حابين تيكارتيوني؟ ما هضرش باسمي بصح يقول فيها بالضحك. اسماعيل زيطوط كان ديجا سمع الفوكال. المهم قال له المهم بن حليمه باقي له 1000 اورو عندي وكذا وكذا وكذا، مدها له انت يعني عندك ديريكت فيرمون بونكار وكذا وكذا. كملنا الحكايه كوبينا، عاود عيط لي اسماعيل الزيطوط قال لي شتو؟ قال لي جايح ماشي راجل، قال لي ما يقدرش يهضر كلش في وجهي، قال لي قبيله في الفوكال، قال لي يسب لي في خويا يسبوا بيمه، قال لي وهنايا في وجهي قال لي ما يقدرش يقولها. قلت له على بالي به، قلت له على بالي به باللي جايح. قال لي هذا الفوكال قال لي نخليه عندي، قال لي حتى ننشره له كاش من نهار. اسماعيل الزيطوط والعربي الزيطوط على بالهم بواحد راهم يقودوا في واحد راهم يقودوا في واحد الخطه باش يطيحوا امير، لانه تازمت العلاقات ما بين امير وزيطوط بزاف، تازمت على جال القضيه تاع محمد عبد الله، تازمت على جال السب اللي كان يسب فيه محمد عبد الله، تازمت على جال لي فيديو تاع بونويره، لانه امير كي ما لحقوش لي فيديو تاع بونويره بدا يسب فيه عربي زيطوط، بدا يقول له انا ما عنديش استاذ، وما داش السبق صحفي على جال واش باش يدير الباز على مواقع التواصل الاجتماعي. حب هو واش حب كيما امير واش حب؟ حب هذوك لي فيديو، لانه حتى اسماعيل زيطوط خبرني قال لي امير راهو عيط للحاج واش قال له؟ قلت له واش قال له؟ قال له علاش ما شاورتنيش كي حبيت تنشر الفيديوهات، على الاقل ننشرهم كيف كيف. صح لي فيديوهات لما لحقوا لهشام عبود، لحقوا الانور مالك، لحقوا لي انا، لحقوا العربي زيطوط، لحقوا بزاف ناس لي فيديو، لحقوا بزاف ناس، لكن الاول اللي سبق وتكلم عليهم في نفس الليله هذيك هو العربي زيطوط. هو الاول اللي سبق وخرج فيه لايف وبدا يوري لهم بونويره السكرتير الخاص يتكلم وكذا. امير كي شاف هاد السبق الصحفي راح له والباز وباش يعاود يدير ان تيتر وشغل كشف حاجه اكسترا اوردينير والدراهم وكلش شغل، وما طارتلوش هذه لوكازيون، ما طاحتلوش باش يدير الباز، هبل. هذه اللي زاد طردقت كاع العلاقه ما بين زيطوط وامير، طردقتها ديريكت، ما زادوش كاع ولاو يهضروا مع بعضياتهم. هنا اسماعيل زيطوط ولا هنا امير ولا يسحب في امواله مع اسماعيل زيطوط، ولا يدير في قنوات احتياطيه وصفحات احتياطيه باش اونكا، لانه صفحات وكلش الاونر كيما نقولوا المالك الحصري تاع الصفحه الموثقه تاع امير ديجا تكون اسماعيل زيطوط، قادر يقفلها له، غير يخرجوا من لادمينستراسيون يقفلها له، اليوتيوب كيف كيف يقفله له. امير ولا يدير في ولا يبروتيجي في روحه ولا يسحب في دراهمه. اسماعيل زيطوط الوغ شو حاب واش حاب يدير؟ حاب يطيحو. كيفاش حاب يطيحو؟ حاب يطيحو اطراف ادريس سي عبد الله وبقزوحة، واحد يسموه فريد، هذا فريد تورنا معاه واحد الفيديو كليب على اساس شغل لابس صورتي تاع جينيرال وكلش. تفاهموا على راس امير باش يديروا كاميرا في بيت بقزوحة، لانه الدراهم 100000 اورو مخبيها عند بقزوحة. هاد الاموال اللي راهي مخبيه عند بقزوحة هي الاموال تاع الابتزاز تاع زوخ، هي اللي مخبيه عند بقزوحة. تفهموا باش يديروا له كاميرا في اللومبولا، وكي يدخل لي يحسب دراهمه ولا يدي منهم شويه باش يروح يصرف ولا يصوروه، ومن بعد يشدوه باش يبتزوه بها، لانه ضروك نص الاموال الكبيره مازالت عند اسماعيل زيطوط وصفحات وكلش كلش تابعين لاسماعيل زيطوط. لو كان يدنا الامير مثلا يدنا العربي زيطوط اسماعيل يقفل له كلش، هو عنده صفحات احتياطيه معليش، بصح خصهم حاجه كونكري، حابين يصوروه، حابين يحكموه في لاكرون ديلي، هذه امير ما على بالوش بها، وانا كان على بالي بها. هذه الحكايه كاع وقتها صرات ديسمبر 2021، بداو من ثم بداو يخطوا له، وين زادوا عاولوا عليه تاع الصح؟ لو 16 جونفي، سمعت دريسي عبد الله، دريسي عبد الله قدامي يهضر بالتليفون مع العربي زيطوط، يقول له استاذ رانا خلاص تفاهمنا مع بقزوحة باش نشرو كاميرا ونديروا له الكاميرا في اللومبولا، وغادي نروح عنده لدارو ونركبها انا اون بيرسون، وراني مولف نركب الكاميرات وتاك نصوروه ونحكموا الفيديو عندنا، ولو كان يحل فمه نحطوه له على لي ريزو سوسيو. كي احتكيت بهم وطلعت لفرنسا وشفت واش كاين مور ريدو، هما ما كانوش حابين نروح فرنسا، لا فرنسا لا الانجليز، ما كانوش حابين كاع نقدم، ما اسماعيل زيطوط قالها لي، قال لي كنت تسقم الامور ونجيبوا الادانه تاع اسبانيا في الترحيل تاع محمد عبد الله، قال لي ولي اسبانيا خير لك. خاطش على بالو بلي مام كون نقعد في فرنسا عيني يتحلوا على بزاف صوالح. لافير كاع مبنيه على الدراهم، شوف باش نعطيك من الاخر، لافير على واش مبنيه؟
مبنية على الدراهم وعلى النساء. هو عنده علاقة مليحة مع منار المنصري، والدليل أنه كان هو وراشد مسلي كل شهر يبعثوا لها 500 دولار، كان حتى كيروح للترك كان يتلقى معها. أنا لما كنت نهضر على منار المنصري ما كانش يعجبه الحال، ما كانش يعجبه الحال أبدا. كان يبعث لي مع محمد عبد الله، يبعث لي مع اسماعيل زيطوط، هو ما كانش يتواصل معي أنا مباشرة، كان يبعث لي يقول لهم قولوا له يحبس ما يتكلمش عليها، قول له يحبس ما يتكلمش عليها، وأنا كنت دائما نتكلم عليها. كاين رولاسيو بيناتهم بصح هاد رولاسيو ما ظهرش في العلن، مام هو ما يهدرش عليها كاع، ما يهدرش عليها كاع باسكو تاعو، باسكو مام هي كي تحضر لي رينيو تاع هذوك تاع المطيري هذاك تاع الامه في 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 الترك، وتحضر التجمع تاع الاخوان وتجي تاع المصاروه في 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 الترك وكلش، كل حشيه دير له ريزومي تبعث له، ها وصراها وصرا في الرينيو، ها واش قلناها واش هضرناها واش كاين واش كاين واش كاين واش كاين، تما هي العين تاعو تما في الترك. مام كيروح للترك هو لي فاكونس، خاطر هو لي فاكونس تاعو غير يفوتهم في الترك كل صيف، كيروح للترك يتلاقى بها تما، كاين يتلاقى بها في اسطنبول ونورمال عادي.